عم تقول حضرتك انه مش مهم نترشح، مهم يكون الظرف ملائم او خلق ظرف. خلق ظرف ملائم. طيب حطيته مواصفات، حطيته انه يجب ان يكون عنده شعبية، يعني عنده تمثيل شعبي، او يحظى بتأييد كتلة. يحظى بتأييد كتلة. طيب. عندكم بالكتلة، عندكم هلا بتكتل، في نقاشات صارت حول هذا الموضوع. بدأت النقاشات. ايه؟ بدأت وهلا سرب بعضها إلى الإعلام، تحديدا بجلسة اللي عملتوها بسمار جبال عند منزل النائب أسعد درغام، في كلام صدر عن هذه الجلسة أنه في نقاش كان حاد. هلا لا طيب حاد. نقاش بلا حاد. ما في شيء حاد صار لهذا. نقاش مش حاد، اوكي. نقاش ما هو معمول الجلسة للنقاش. طيب ناقشتوا فيها المقاربة الرئاسية، كان في نقاش حول بعدها بأولها جبران باسيل هو مرشح التيار الوطني الحر الطبيعي أو لا، في عدد من نواب آخرين داخل التكتل ممكن هن يكون ظرف أفضل من جبران باسيل. تحديدا عم نحكي انطرح اسم إبراهيم كنعان وانطرح اسمك. لا ما فتنا بأسماء أول شيء حتى من بعدين برجع بقول ايه؟ الفكرة بس خبرني شوي عن عن هذا النقاش. هالجلسة النقاش كان أكثر عام صراحة عن المقاربة، مش أكثر ما هو فعلا نفوت بمنا بحالة تنافس أسماء. برجع بقول لك الفكرة هي التالية، في عنا أشخاص مؤهلين بالتكتل، إيه عنا أشخاص من تجربتهم وبقدراتهم وبطاقتهم مؤهلين. نعم. طيب وفي أكثر من حدا. طيب عظيم، متفقين على هالنقطة. النقطة الثانية، ما نقص التنافس داخل التكتل على الترشيح، مش هي الفكرة. الفكرة اليوم إنه نحن كتكتل أكيد عنا مقاربة لهالاستحقاق، بتبلش بأفضلية إنه يكون مرشح من تكتلنا وصولا لصديق، وصولا بالآخر إلى ممكن ما ممكن اتفاق عليه مع الآخرين. هذا الشيء لا يعني إنه هذه الطريق ميسرة. هذه الطريق بدك تشوفي بالأول تدرسيها إذا في فرصة. بس فيني أعرف أول شيء إذا ميسرة بالداخل قبل ما أعرف إذا ميسرة بالخارج. نحن بالآخر لأنه اليوم في كلام عن انقسام داخل التكتل. خلينا شوي نحكي عن الموضوع. ما صار في نقاش هالقد، ما عم برجع أقول لك إحنا في ما في انقسام اليوم داخل النواب بين 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 اليوم فريق بيشوف إنه لا لازم التمسك بجبران باسيل مرشح طبيعي، وبين فريق تاني بيقول إنه ليش خلينا نفتح على أسماء تانية. ما نقصت، كلنا لازم نتمسك بالكل. مين ما كان عنده فرصة لازم كل يسعوا لحتى يخلوه يوصل. بس إذا إكس ما وصل له ما إجي فرصة، إجريك وصل له فرصة، بالعكس لازم كنا نكون حده. فيني ترجم أنا يعني إذا رئيس التيار ما كان عنده فرصة، إبراهيم كنعان أو ألاعون عنده فرصة، أكيد اليوم التكتل موافق على هذا الموضوع. هيدا يعني هيدا موضوع رئيس التيار هو بهذا الجو معكم ولا لا عنده ما صار في نقاش هالقد تفصيلي اليوم. مش قلت كنا 50 ستيب باي ستيب. يلا خلصنا الـ إذا بدك الإطار السياسي لهذا لعملية التعاطي بموضوع الترشيح. نعم. أكيد بعدين في مسار له علاقة بالمرشحين طبيعي. إيه. بس اللي بدي أقوله إنه نحن أي إمكانية أو ظرف أو فرصة ممكن توصل حدا من فريقنا أكيد هي الأولوية. ولازم الكل يمشي فيها. في فرصة؟ هيدي بقى تندرس. عم ناقش هلا انا وياك يعني اليوم مثلا حلفائكم ما بعرف هلا هيدا الظرف. برجع بقول نعم. ليش لنجي نفوت هلا احنا بتنافس داخلي؟ مش من الموضوع هيك، مش هيك مطروح. الموضوع المطروح هو التالي اليوم. هلا فيك تقولي لي مين جاي فرصته بهالانتخابات الرئاسية؟ رح يتحلى في اسماء طبعا متقدمه. مين هي؟ لانه عم تنطرح بالاعلام. مين هي؟ عم بحكي من على الصحه، مش عم بحكي بقلب التكتل. اوكي. بس اليوم في حدا يقول انه انا فرصتي منتهيه؟ ما في حدا يقول بهذا التناقض الموجود بالبلد، بهذا الظرف الموجود فيه، ما في حدا. فاذا القصه مش زياده اسماء بالتداول اكثر. نعم. ما هي عمليه شوف الظرف، خلق ظرف. اوكي. عندك اليوم اجى ظرف يسمح بوصول حدا من التكتل، عظيم، وكلنا لازم نكون الى جانب هذا الظرف. انه مش تزكيه حدا يعني. لا مش قصه، مش قصه انه التمسك بشخص واحد وتزكيته. لا بدك تشوف الظرف كيف رح يكون. طيب. يمكن اليوم عم تحطي اسماء، يمكن يجي ظرفها، يمكن ما يجي ظرفها حتى من خارج التكتل. بدنا نشوف اليوم رايح البلد وين وباي اتجاه. بس نحن اكيد ضمن خيارات لازم نكون اكيد اولويه وصول واحد منا، انما بالاخر الهدف بالاخر انه نقدر نخلق ظروف وصول حدا، مش قصه نعمل تنافس داخلي بقلب التكتل. بكل بساطه انا اللي بهمني بس كنت يعني ناقشه انا وياك انه اليوم بالتكتل ما في تزكيه لاسم معين، لا في الامور مفتوحه بحسب الظروف، بحسب الظروف. هيدا الموضوع لازم ينبحث ويشوف التعاطفي، واكيد اليوم لازم المقاربه تكون
مقاربة تدرس عمليا كل الإمكانيات توصل لاستنتاجات، أو يمكن بحاجة لتبحث مع بتفاعل مع الكتل الأخرى شو الإمكانية الاتفاق، بس هيك بدك تعمل عملية. طيب حصل هذا النقاش ولا ما صار؟ يعني اليوم بجلسة اسمها جبال أو بغير جلسة اليوم ما انطرح أنه ليش بدأ نتمسك بشخص واحد؟ إذا ما انطرح أصلا، إذا مش قصة انطرح أنه حدا حتى تقولي نتمسك فيه أو لا، ما انطرح مع حدا، مش شخص، ما انطرح اسم، أنا عم بحكي حدا. بس بالمقاربة ما طرحنا عملية، صار في نقاش بالمقاربة، لا مش ما صار في مقاربة، صار في نقاش عام طبعا بالمقاربة، ما صار في بعد طرح ولا نحن رح نقول إكس مرشح ونبحث نعمل بحث عليه مع الآخرين، مش هيدا ما صارت بعد. نعم، يعني نحن اليوم أكيد واضح أنه سنقترب حكما، اقتربنا أصلا وتأخرنا شوي عليها بعملية أنه نوصل إلى قصة المرشحين. يعني بالآخر بأي معنى أنه هلأ ما حدا مش وصل له بالآخر، يعني بالبرين ستورمينج تبع كل واحد، بس هلأ بعد فيها 20 يوم إيه، بس ما أنت أنه لازم تكونوا وصلتوا، ما دخل أنه كمان ما أنت كل شيء بتطرحيه ومن مش وقته أو خارج السياق ما بأثر. يعني أنت اليوم عارفة أنه في كتل رجع محدد موقفه، نعم. ما 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 تحركت على شيء تاني، بالأول بدك تحكي باللي مطروح وعلى أساس هالشيء تتفاعل معه أو ما بتتفاعل معه، نعم. إيجابا أو سلبا. طيب، فإذا يعني خلينا نمشي الأمور طبعا ما أنا ناضجة أصلا بعد الانتخاب رئيس لولا حدا. طيب، كل واحد عم بحاول ينضج ظروفه، هذا حقه حكما. باللي مطروحين أوريدي هلأ عم ينضجوا ظروفهم، هلأ إذا نضجت ظروفهم وترجمت كان به، ما نضجت ظروفهم بده يضل البحث ماشي للوصول الى اتفاق حول قصة رئاسة الجمهورية. طيب، بده يضل البحث ماشي، قديش انتم مستعدين انه يعني تقربوا من الاخرين؟ خلينا شوي نحكي، اكيد مستعدين، لانه بس خلينا نحكي شوي بالاسماء. حقول لك قبل بس شغله، ما في حدا ينتخب رئيس لحاله. طيب اخي، شو ما كنت اكبر كتله قديش، بس اي متى رح تبلشوا تقربوا؟ يعني اي متى رح تبلشوا تقربوا؟ 21 نايب. طيب عظيم، صح.